على مستوى النجوم زي انت بتتكلم، بعض التحليلات الفنيه بعد المباراه اتكلمت على جزء مهم جدا برضه عايز اتكلم معاك فيه، الهدف الثاني لكيليان امبابي. الهدف الثاني طبعا كان هدف يعتبر في الدقائق الاخيره، ولكن كان عليه جدل ويعني على السوشيال ميديا وجدل داخل الملعب، والحكم يمكن توقف لبعض الثواني لان الكوره كانت لحظه لعب الكوره كان في تسلل واضح، ولكن احتسب الهدف وتم طبعا اثبات انه هدف صحيح. برضو عايزين نفهم الساده المشاهدين ليه الهدف صحيح وليه ما اتحسبش تسلل رغم وضوح الصوره بشكل كامل جدا، وليه الفار كمان اكد على صحه هذا الهدف. جميل. القانون بيقول ان لو المدافع لمس الكره بشكل متعمد وراحت اللعيب مش متداخل في الهجمه فهو مش متسلل. ده القانون النص، لكن روح القانون هل معانا الصورة دلوقتي واضحة جدا جدا خلاص طبعا مبابي متسلل تماما، واضح جدا عملية التسلل، يعني اللمسة بتاعت لعب الكورة كان طبعا مبابي متسلل على الأقل بخطوة خطوة ونص طبعا في زون التسلل. لكن إيريك جارسيا هل هو لاعب الكورة فعلا؟ يعني هل يعني حضرتك بقى كنت يعني مدافع كبير مش هتكلم، هل هو فعلا لاعب الكورة؟ لا، هو يعني هي محاولة لإيقاف الكورة ما تعتبرش، هي ده الخلاف ما بين نص القانون وروح القانون. دور المدافع، ما هو انا كنت مدافع وانا لو حطيت نفسي مكانه هعمل اللي هو اللي عمله، يعني هو لحظه لعب الكره اولا باين من الصوره قوي ان هو مش شايف كريم بنزيما، مش شايفه، حتى لو شايفه هيبقى في محاوله الحصول على الكره لان الكره كانت بينيه اتعملت، وهو حاول لانه مدافع حاول يوصل للكره ولمس الكره لكنه ما لعبش الكره، ما لعبش الكره بلغه انه بالزبط. استحوذ عليها يعني احنا بنتكلم هنا لو المدافع غلط وبصى ورا الحارس مرمى بتاعه واتقطعت منه في طريق، خلاص هو لعب الكوره، لكن هو يعني ده بقى الخلاف بين نص القانون وروح القانون، هو ما لعبش الكوره من وجهه نظري. يعني في حكام، يعني النهارده في حكام قالت لا الكوره هدف صحيح لان هم بيطبقوا نص القانون، لكن في حكام تكلم ان روح القانون لا، هو ما لعبش الكوره، هو اللعيب متسلل لان هو لا غير اتجاه الكوره ولا منع وصولها ولا خلاها بدل ما بتروح يمين رايحه شمال، لا هي الكوره في طريقها ومفيش اي مشكله. فبالتالي هنا يعني هنا ده الخلاف الواضح ما بين فكره روح القانون ونص القانون.